بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام ويتجدد اللقاء وحديث الامام الطيب وحلقه جديده من حلقات البرنامج. فضيله الامام بعد ان استعرضنا اهميه التقرب الى الله باسمائه الحسنى وفضل الاسماء الحسنى هل هناك اقسام لاسماء الله الحسنى ام لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد اسماء الله الحسنى تنقسم انقساما اوليا الى قسمين اسماء لا يسمى بها الا الله سبحانه وتعالى ولا يمكن ان يتسمى بها مخلوق او كائن او موجود غير الله سبحانه وتعالى وهناك اسماء مشتركه في اطلاقها وسنضرب المثل الان لكن مشتركه بمعنى انها يتسمى بها الله سبحانه وتعالى وأيضا يتسمى بها العبد نعم. ولكن مع ملاحظة الفرق الدقيق والهائل بين الإطلاق أو التسمية هنا لله سبحانه وتعالى وبين الإطلاق والتسمية للعبد نعم. بمعنى أن هذا القسم المشترك يطلق على الله أو يتسمى به الله سبحانه وتعالى على سبيل الحقيقة نعم. بينما يتسمى به العبد نفس الأسم على سبيل المجاز. طبعا ناس كثيرين لا يعرفون كلمة حقيقة ومجاز لكن هي سهلة. نوضحها ونبسطها آه للمشاهدين. آه بمثال، مثال مثلا احنا نعرف الاسد. لا. كلمة اسد. كلمة اسد على الحقيقة لما وضعت في اللغة وحقيقتها ويعني الختم بتاعها اللي طلع به هو هذا الحيوان الشجاع المفترس. طيب يبقى اذا حين اقول على هذا الحيوان اسد هذه التسميه على الحقيقه يعني هو اسم ينطلق بحقيقته على هذا المسمى طيب اذا سميت به شخص كثير نقول لك فلان ده مش عارف محمد اسد محمد كذا اسم هل حينما اقول محمد او اصف محمد او اسميه باسد هل معنى ذلك هذا محمد انقلب الى حيوان وحش مفترس لا وصفناه بصفه من آه صفات وصفناه يعني اخذنا له اسم الاسد نعم. هو في علاقه انه ده شجاع فسميته الاسد لكن هل اسم الاسد على محمد اسم حقيقي ولا مجازي بنسميه مجازي ايه معنى مجازي بمعنى احنا عايز افهم الاول كلمه تجاوز فلنقول لك ده تجاوز حدوده مش بيحصل ده بينا نعم. تجاوز حدوده مع لم يقف عند حدوده الصحيحه وانما نعم. تجاوزها تجاوزها كلمة أسد لفظ أسد حينما أخذناها من الأسد اللي هو المفترس ده نعم. إلى الإنسان تجاوزنا بها معناها الحقيقي يعني نعم. لم تقف عند معناها الحقيقي وإنما تجاوزنا بها إلى حدود أخرى نعم. فإذا معناها هنا في حين تطلق على الإنسان مختلف تماما نعم. لأن معناه متجاوز فيه. بينما معناها هنا في الحيوان المفترس معنى الحقيقي. نعم. فإذا اللفظ قد يكون لفظا واحدا يستعمل في موطن استعمالا حقيقيا كما وضعه واضع اللغه لكن يؤخذ من هذا الموضع الى موضع اخر فنتنبه الى ان المعنى هنا ليس المعنى الحقيقي. هو المعنى المجازي. وان المعنى المجازي يعني المعنى اللي احنا تجاوزنا حدودنا فيه. نعم. يعني دلوقتي اسد ما مشترك بين الحيوان المفترس وبين الانسان الانسان لا. الشجاع هل الاطلاق واحد هل المعنى واحد في الاثنين ولا مختلف مختلف مختلف, مختلف أصلاً ما معناه لو قلت المعنى واحد يبقى يلزم ان يكون الانسان مفترسا كالاسد نعم لان معناه هنا مفترس ولا بد ان يكون صفاته هنا وخصائصه آه وكل شيء لا بد نعم. ان يكون مفترسا لكن حين تقول أنه ده تجاوزنا بمعنى أن نتخلى عن تسعين من حقيقته هنا نعم. وبأطلق عشرة فقط اللي هي الشجاعة نعم. اللي هي الشجاعة ممكن أن دا شابهه في الشجاعة أو في الإقدام إلى آخره فهكذا الألفاظ أو هكذا الأسماء الحسنى المشتركة بين الله سبحانه وتعالى في اللفظ نعم. وليس في الحقيقة أضع خمسين خط تحت هذا المعنى وليس في الحقيقة مثل مثلاً الرزاق نعم الإنسان بيرزق, بيرزق غيره لكن الله سبحانه وتعالى هو سبحانه هو الرازق على الحقيقه فالاسم هنا يطلق حقيقة على السميع أو العالم مثلا العالم يطلق على الله سبحانه وتعالى علام الغيوب العليم العلام العالم هذه الاسماء على الحقيقه نعم. بمعنى انه العلم الكامل العلم التام العلم الذي لا سبقه جهد العلم الذي لا يتغير العلم الذي لا يكتسب عن طريق الحواس ولا يكتسب عن طريق الدراسه هذا هو العلم بالمعنى الحقيقي نعم. لكن حين تطلقه على محمد عالم تطلقه اطلاقا مجازيا علم اولا علم يسبقه جهد هو علم قاصر يتغير نعم أه علم خاطئ أه علم قد لا يكون يقينا أه علم يعني يعقبه ايضا جهل علم يضمحل علم يعتريه النسيان اذا هنا عالم وهنا عالم لكن هنا عالم بمعنى حقيقي وهنا عالم بمعنى مستعار معنى متبقي فتات نعم يعني الخنا من هنا ونطلقه اكتسب على اكتسب شيئا من العلم في مجال او في تخصص ولكن طبعا هو, هو قاصر كل على هذا عالم هو كل عالم من المخلوقين جاهل نعم. وما يجهله اكثر مما يعلمه قل لي مثلا تخصصات هات هات اعتى عالم في الطب جاهل في الهندسه نعم وجاهل في الذره وجاهل في الفضاء وجاهل وتنسحب على باقي التخصصات و... طيب نعم حتى العلماء القدامى بيضربوا المثل بيقول لك هو قد يكون عالما بالنحو نعم لكنه غير عالم بالفقه او غير عالم بالتفسير او هكذا نعم فدا ده ختم النقص على على البشر نعم انه هو ناقص حتى في صفاته التي يظن انه يكتمل بها حتى فيما ينشد به الكمال فهو هو ناقص لانه مخلوق مخلوق ومخلوق معنى مخلوق انه ناقص محتاج دائما نعم ناقص محتاج الى الغير هذه الاسماء يعني في اسماء مشتركه كما قلنا وفي اسماء خاصة بالله سبحانه وتعالى لا تطلق الا عليه. حتى الاسماء المشتركة لا تطلق على الانسان الا اطلاقا مجازيا. نعم. يعني إطلاق غير حقيقي. يعني اطلاق كده فيه زي ما تقول يعني مسرحية شوية. نعم. لانه عايز تقول عالم؟ اهو العالم العلم الصحيح. اللي هو الذي كذا وكذا 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 وكذا. لكن هنا برغم كل النقائص ورغم كل العيوب سميته عالم فهذا تجاوزا يعني انا بتنزل عشان اسميه عالم سبحان او اسمي قل الله الله. مثل ذلك في كل الاسماء المشتركه بين الله سبحانه وتعالى في الفاظها يعني خطين ثلاثه تحت الالفاظ وكل لفظ ننشد به الكمال الاشتراك نعم. هنا في اللفظ نعم. وليس في تمام المعنى معنى مختلف تماما فطيب ايه هي الاسماء اللي خاصه بالله سبحانه وتعالى العلماء قالوا هناك اسمان نعم. اسم الله واسم الرحمن دول ما حدش بيتسمى بهم ابدا فقط من ال 99 اسمان, نعم اسمان فقط من الـ من الـ وفي بعض اسماء تشبهها لكن نعم. خلينا الاول في الاصول الاسمين هذان الاسمان آه خاصان لا يتسمى بهما الا الله سبحانه وتعالى وحده سبحان الله اما باقي الاسماء خالق رازق عالم سميع بصير متكلم آه صبور شكور ده ممكن الاشتراك فيه على ولكن سبيل الاشتراك في اللفظ وليس, وليس الاشتراك في تمام المعنى لا فعلا يا اخي يعني لو ترجع والله تتامل قضى الله الا يتسمى احد لم ينقل لنا التاريخ ان في واحد سمى نفسه الله سبحان أبدا الله. ولا رحمن. لم تحدث. ولا رحمن وهنشوف الرحمن ده مع مسيلم الكذاب حصل ايه. طيب الله ممكن مثلا يتسمى رب ممكن يتسمى. إله. إله. فرعون ما علمت لكم من إله غيري. نعم. وقال انا ربكم الاعلى ممكن هذا حدث ان يسمي نفسه إله او ان يسمي نفسه رب لكن ابدا لم ينقل لنا. أن أحدا تسمى باسم الله. سبحان الله. طبعا هذا يعني شيء عظيم وكأنه يصون هذا الاسم عن أن يلوث بالنزول إلى المخلوقين، وحنعرف الفرق بين الرحمن والرحيم لكن الآن الرحمن لم لا لم يتسمى به أحد، فقط واحد تجرأ في التاريخ ينقله لنا وهو مسيلمة الكذاب نعم. وهو معروف الذي ادعى النبوة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم <applause> وسبحان الله حينما سمى نفسه رحمن اليمامة اليمامة هو المكان البلد اللي كان عايش فيها سمى نفسه رحمن اليمامة فقضى الله سبحانه وتعالى أن يلتصق باسمه وصف الكذاب بحيث أنه لا يقال مسيلمة إلا ويقال الكذاب لا يعرف إلا به إلا يعرف إلا به مكتوب في التاريخ من يوم ما ما ادعى ما هذا وإلى ان تقوم الساعه اسمه مسيلمه الكذاب نعم في اي مصدر مصادر التاريخ في اي كتاب من كتب السيره لا يقولون مسيلمه ابدا في مسيلمات كثيرين جدا نعم لكن ده يتميز عن غيرهم انه كذاب مسيلمه الكذاب فاذا اسم الله واسم الرحمن صانهم الله سبحانه وتعالى من ان يتسمى باي بواحد منهما غيره آه يعني تقدست أسماؤه نعم فهذان يعني الاسمان هما الاسمان المختصان بالله سبحانه, بالله سبحانه وتعالى. وتعالى لم يتسمى آه بهما أحد واضح أن الله لم ينقل في التاريخ أن شخصا سمى نفسه الله باللغة العربية طبعا وكذلك اسم الرحمن وحينما يعني آه تجرأ و يعني تجاوز حده مسيلم الكذاب جنى على نفسه بحيث ان اسم الكذاب او نعت الكذاب التصق باسمه في كل مجال يذكر فيه اسمه او يكتب فيه اسمه بقية الاسماء كما قلنا هي مشتركة البعض قد يشير إلى أن الله هو الاسم الأعظم. اه نعم. هل هناك ما ورد في هذا الموضوع؟ نعم. العلماء لما نظروا في اسم الله سبحانه وتعالى اسم يعني هذا الاسم ووجدوه يعني من أكثر من ناحية متفرد عن باقي الأسماء نعم. كما قلنا لا لا يمكن أن يتسمى به أحد آه وسنعلم أنه اسم غير معروف مصدره مأخوذ يعني ايه معناها مثلا تاخذ اسم الخالق هتلاقي مصدره من الخلق نعم يعني دائما بيسمون المصدر لان المصدر طبعا دي حاجات لغويه وعشان كده بنقول يا اخواننا لابد من الخلفيات نعم الدراسيه اللازمه للخوض في مثل هذه المنطقة. لازم تعرف المشتق لازم تعرف مصدر المشتق في اللغه العربيه فالرازق مشتق من الرزق السميع مشتق من اسعى، معنى مشتق يعني عندي كلمة مصدر نعم. باخذ مثلا عندك ضرب أو أو أكل أكل ده مصدر تشتق منه يعني تاخذ منه آكل تاخذ منه مأكول وتاخذ منه الأفعال أكل ويأكل ويأكل, ويأكل إلى آخره وهكذا ضرب تاخذ منه ضارب ومضروب وضرب ويضرب فيقولون أن المصدر هو أصل الاشتقاق فعندك خالق مشتق من خلق مخلوق مشتق من خلق خلق يخلق و أخلق إلى آخرة دي يعني أه وجد لها أه الأسماء كلها وجد لها تقريباً إلا يعني استثناءات وجد لها أنها الوجد مصدرها عرف مصدرها مأخوذ منها لكن تروح لإسم الله متخذ من إيه في المصدر وما فيش لا, يجدون له, لا يجدون له مصدر حاول بعضهم أن يقول أنه من آله من تألها أو من والها من الواله وكذا لكن طبعاً اللغة لا تساعده ولا تصدقه فإذا هذا المعنى حتى يسمونه علم نعم يعني زي مثلا كلمة جبل جبل دي ما تقدرش تقول علم مشتقة نعم مأخوذة من إيه؟ فإذا هي علم يقول علم يعني حاجة مصمتة وكذا تدل على هذا الشكل أو بحر مش مش يعني أو شمس كل دي اسماء اعلام نعم والاسماء حتى يقولون الاسماء لا تعلل، الاسماء الاعلام لا تعلل. فهذا الاسم الله سبحانه وتعالى ليس مشتقا وليس ماخوذا وليس له معنى اصلي اخذ منه. هو متفرد بذاته. متفرد. هو علم يدل على هذه الذات فقط. من هنا قالوا انه هو اسم الله العظم والذي جاء في الحديث الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به أعطى، بعض المشاهدين يتساءل كيف ادعو باسم الله ولا يستجاب لي وهو الاسم الاعظم؟ الاجابه واضحه. يعني هذا الكلام صحيح. واحد يقول لي طيب انت بتقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى. طيب ناس كثيرين تقول يا الله يا الله بهذا الاسم ومع ذلك لا يستجاب لها. اقول له كلامك ده صحيح لو كان اجابه الدعوه قاصره ومحصوره في تحقيق مطلوب الداعي طلب الداعي. <applause> نعم يعني قال يا الله اعطني ولدا ولم يعطيه نقول ان كلام ده صحيح لو ان الاجابه هو ان يعطيه ولدا يعني <applause> يحقق مطلوبه اللي لكن هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم <applause> انه يعني ما من مسلم يدعو الله بدعوه ليس فيها مأسم ولا قطيعه رحم الا اعطاه احدى ثلاث اذا الاجابه واحد من ثلاثه نعم اما ان يعطيه مطلبه كما هو كما هو يعطيه نعم. الولد أو يصرف عنه من السوء ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم <applause> أو يصرف عنه من السوء مثل ما يعني ما يوازي الطلب نعم. يعني ممكن كان حيدي الولد لكن في نفس الوقت حيحل به من السوء ربما ما يعكر صفو متعته بهذا الولد فهو يصرف عنه هذا السوء يعني يستجيب دعوته في صرف هذا السوء المماثل يعني لوزنه مثل نعم. وزن على نفس المقدار بنفس المقدار او يدخل له من الاجر لو اعطاه ولد سيفوته اجر ربما افضل من الولد ولذلك الحديث اما ان يستجيب له دعوته او يصرف عنه من السوء مثلها مثل الدعوه او يدخر له من الاجر مثلها قالوا يا رسول الله طبعا اقتنعوا اذا نكثر يعني ما دام كده كده مضمون المساله سواء كان سيجيب الطلب أو سيصرف السوء أو سيدخر الثواب قالوا إذا نكثر من هذا الدعاء فقال ما معناه يعني نعم الله أكثر يعني أكثر مما تسألون مما أكثر من دعواتكم وأوسع من دعائكم وأكثر إجابة مما تسألونه شكرا فضيلة الإمام شكرا لمشاهدينا الكرام على حسن المتابعة الى لقاء جديد وحلقه جديده وهذه الرحله الايمانيه المباركه وحديث الامام الطيب